مين فيكو كان سايق العربية؟ أنا. رخصك ورخص العربية. رخص ليه؟ هي اللي غلطانة، خبطاني من ورا وسايقة وهي بتتكلم في الموبايل. رخصك ورخص العربية. حاضر، اتفضل. الولاد دول لازم يتحفظوا، لازم يتعلموا الأدب. سايقين بسرعة وبينزلوا من العربية وكمان بيقولوا أدبهم عليا. أنت اللي شتمت الأول. وحضرتك اللي غلطانة، خبطانة من ورا وكنت بتتكلمي في الموبايل. شايف؟ شايف بيتكلموا ازاي يا حضرة الضابط؟ رخصة حضرتك ورخصة العربية. ما عنديش رخصة. نعم؟ يعني سايقة كده من غير رخص؟ أنا حرم طارق حمدان. أهلا يا هانم. طب حضرتك شايفة إيه؟ نعمل لهم محضر ولا نسامح الولاد دول؟ طبعا لازم نعمل محضر. الولاد دول لازم يتحبسوا. مين طارق حمدان ده؟ أنت ما تعرفش مين طارق حمدان؟ لا. نحاول نلم الموضوع بقى بدل ما نروح للشمس. أمين، هات الولاد دول. حاضر يا فندم. اتفضل معايا انت. هو ايه ماسكنك ده ليه؟ انا حرامي ولا ايه؟ الو. ايوه حبيبي. لا ظابط. حاضر، اتفضل يا حضره الظابط. الو. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. لا يا فندم، دي حاجه بسيطه جدا. حاضر سعادتك. حاضر يا فندم، معاك الهانم. اتفضل يا هانم. موبايل بموبايل. الو. اسمحي لي يا هانم، احنا المفروض نروح القسم علشان حضرتك تمضي على المحضر. ايه؟ وكمان هروح معاك القسم؟ يا فندم دي اجراءات بسيطه جدا وهنخلصها بسرعه ان شاء الله. اتفضل. امين، تمر يا فندم. اركب معاهم العربيه. تحت امر سعادتك. اتفضل معايا. يلا انت. هو اركب. هنا اركب. يلا انا لبست اهو. كلم الحاج حسن. ايه؟ هكلمه واحنا في السكه. انت ايه؟ السكه دي اللي فيها. ما انا هاجي معاكي. تيجي مع مين؟ احنا رايحين السيما، رايحين للمرار الطابع، رايحين القسم. واحده في سنك هتروح القسم معانا؟ روحي روحي اتصل بالحاج حسن يخلصينا. انا جاهز يما. يلا بينا. يلا يا ولدي اتصل بالحاج حسن. ايه روحي. اتفضلي اشرب القهوه بتاعتك. احمد ولدي كرمك. ايه؟ امك عليك. انا بخير يا امي، وانا جدي لك اهو. والله بركه يا ولد، والله بركه. انت ايه يا ست انت؟ انا امي سعاده البيت وجايه قلب مخلوع عليه. ابني قليل الادب ولازم يتربى. بقول لك ايه يا وليه، بلاش الكلام من مصر اللي بتطلع من خشمك ده. بعدين ابني متربى احسن تربيه. وانت بتعمل ايه هنا؟ بتشتغل هنا ولا ايه؟ هي اللي خبطتها بالعربيه يا امي. ده تخطى في دماغها. وهي اللي غلطانه يا طنط. بقول لك ايه يا سعاده البيت، اذا عربيه الست دي فيها حاجه نصلحوها. يعني جزرة وقطمها جحش، يعني يا دار ما دخلك شر. بس انا بقى مش هتنازل عن حقي، والولدين دول لازم يتحبسوا. ما طيب احسن يا ست الستات. انا ما بتكلمش مع الاشكال دي. الله يكرم اصلك. معلش يا اختي، اعتبرهم زي ولادك. ايه؟ انا دول زي ولادي انا؟ مالك يا ولي؟ طلعت ولا نزلت انت بنت التسعة؟ ولا زي ده حته ولا ايه؟ ايه ده ايه ده؟ شايف بتكلمني ازاي؟ وكمان بتعلي صوتها عليا. بقول لك ايه يا وليد؟ لو اتكلمت كلمه تانية هشيل اللي في رجلي وانزله على دماغك. وبعدين معاك يا ست انت. ما انت سامع ايه ساعه البيت بتتكلم وتقول ايه؟ انا بقى هعرفك مقامي، لازم اخليكي تندمي. ما تلمي لسانك يا حور بنت. بس يا ولد بس. سامع يا ساعه البيت الكلام المصري اللي طلعها من خشبه الوليه دي؟ ها؟ ارد عليها ولا اقفل الخشبه؟ يا هانم مفيش داعي للانفعال. ده انا حقلب الدنيا. تتقلب فوق دماغك ودماغ اللي خلفوكي كمان. وبعدين بقى؟ اوه، وكل شويه تقول لي بعدين يا سعاده البيه؟ ما تقول لي وليه دي تكفي الخشمه. يا سعاده الباشا، لو الهانم عايزه عربيه جديده بدل عربيتها نجيبها. وانت بقى معاكي ثمن العربيه دي؟ عاد اقعدي معوجه واتكلم عدل. هتتكلم كام العربيه؟ مليون؟ 2 مليون؟ 3 مليون؟ فده ضفر ولدي. ايوه يا دارلينج. تصور تصور، بتقول لي انا بنت 9. اوه، امال بنت 99؟ اتصرف. ماذا والا هروح بيت دادي ومش هتشوفني تاني. اوه، انت لسه ليكي دادا؟ ما كفايه بقى يا ست، وخلي الليله تعدي. يا سعاده البيه هتعدي، وغلاوتك هتعدي، وشهامتك هتعدي، يعني هروحوا فين؟ تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.